سيدي صح شريبتك مش معقول وربي يثبت لجر ورحمة بويا حاير واحل في مشكلة كبيرة. أي سيدي فيكم من يسمع ماهو بالكم واسع وقلبكم كبيرة. أي سيدي أنا فهم القلب الكبير أما وسع البال مظهر لي واللي محيرني أكثر الرئيس خلك يا سيدي أنا شعبي يعني أفوي متشيش مخلي وكعيبة بريك فيها حوت مسبل يا ودي يمشي شقة فطر قمخو. ومن ناحية الراجل يا ولدي رئيس دولة وهرة وقيمة وكار بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص شا عملت لنا يا شخصية مرقص شخصية انت يا سيدي الرئيس برحمة بوك خلي بالله وين عايش يا اخي يقول لي ايش فما ايش صار راو حتى حد بي يحكي لي ايش صاير في هالبلاد يا ولدي اللي ما عنده شيء تكذب برا مشي يسال سي نجيب تو يحكي لك ايش صار فينا اليوم في السوق ما تقوليش تفجيرات وموتى ومجاريح سانا با دسون هيك اللي ناقص حتى هو شنو تقول لي اعظمه برا سي نجيب جا تو يحكي جعتني رد اعطيني كاس ماء شخصية اعصابي توترت ورقشة وعليه سي نجيب تيرم ظهره استغفر الله العظيم أول مرة نشوف في حياتي حاجة كما هكا والله العظيم حاجة لا تدخلش للبال اللي بعقله ولا بخير عقل يا ولاد رادي الرئيس البلاد دخلت وما تقولوا ليش وما تقولوا ليش وما تقولوا ليش لا عندك عقاسي دي الرئيس دي حتى هو قول التسونامي ولا الزلزال كيوتو أنا كرئيس مؤقت من صلاحياتي لازم نعمل حالة طوارئ لازم نشوفوا مجلس وزراء نكلموا الداخلية نكلموا الجيش نشوفوا المواطنين واش يستحقوا نديوا لهم حقوق الإنسان أسيد الرئيس الحكاية هذه يا ودي حتى القمة العربية ما تقلش راه الدرجة هذه وحتى حد ما يعلمني يا وخايني قولوا لي صار قولوا لي صار قولوا لي صار اللي شفته اليوم نقعد نحكي عليه عمري كامل والله ما عندي حق أسيد نجيب والله قل لي يا شخصية الواش هالطماطم والفلفل في ديك أسيد الرئيس هذه نتيجة اللي صار فينا اليوم يا ودي راه شيء كبير راه راك شيء مريض إيه قل لي صار أسيد الرئيس هيك على شو الحقنا اليوم كهو بح كل شيء وفاء حاصلوا ما نحكي لكش الشوارع مليانة بالكلاب والمخازات محبين على الاخر حاصلوا ما نحكيليش على حاجه اسمها قضيه رمضان يا سيدي الرئيس انا نحكي لك كي الحليب والماء بستيك الله يا ولدي هيك الدجاج بالترانط والعظم جبال واللحم يا ولدي سقايط معلقه شيء ما خلوا فيها شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى هي اسمها تونس الخضراء ما علاش جبت لي كان ايشونتيون أسي الرئيس اللي كنت بحكي لك عليه راه لقضوا الناس يا ودي راهو شيء كبير اللي جايب كاميون واللي كان يستفاد واللي مدبر برويطه راهو شيء ما يتوصفش يا اخي مش قالوا دنيا غاليه ولا سوى منار منين جابوا الفلوس اش يعملوا بهم هذا الكل يا اخي احنا داخلين على حرب ولا داخلين على مجاعه الغالب عقليه لازمها تتصلح شو الاخراني ما يلحقش والاحوال تفرغ والاسواق تطلع وبعد تقولوا كيفاش اي سي دي ريتو صار فيا اليوم وريتوني على شنو الحق يا ولدي تحبوا تقضيه اقضيه قبل مش 110 ايام من رمضان واقضيكم كل شيء شويه شويه مش تدخوا تعبيه وك ستيف ستيف يا ولدي الخير ربي مازال والدنيا مازالت اي باي باي